مع امي زينب من اجل باش اولا غادي نوضعوا شكايات في مواجهه كل من تهجم او قام بالسب او القذف او التشهير في حق عائله محمد المديمي، وكذلك في حق الدفاع في شخصنا المتواضع، وفي نفس الوقت حضورنا كذلك معهم من أجل أن نستفسر حول مآل شكايات سبق لأم محمد المديمي أن وضعتها لدى رئاسة النيابة العامة مشكورا. ما نتوخى هو أنه ما سنتقدم به السيد رئيس النيابة العامة، وحنا ما عندناش درة الشك في ذلك لمعرفتنا بنزاهته واستقامته وحرصه على التفاعل الإيجابي والسريع مع شكايات المواطنين والمواطنات، سواء كانوا فرادى أو جماعات كالمركز لحقوق الإنسان، على أنها نتوخى باش أنه معاهدنا السيد رئيس النيابة العامة أستاذنا الفاضل مولاي حسن الدكي أن هذه الشكاية تأخذ مجرى ديالها، وأنه يتم الاستماع للأطراف سواء المتواجدة خارج التراب الوطني أو خارج التراب الوطني مع ترتيب كل الآثار والقيام بكل الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق ديالنا، لأنه في قضية المديمي تم واحد من ذلك العديد من التجاوزات، لا في حق الأم ديالو ولا في حقنا ولا في حق أعضاء المركز، واليوم اتخذ قرار وغادي ننزلوا هذا القرار. أما فيما يتعلق بقضية الاستمرار ديالي ديال النيابة من عدمها في ملف محكمة النقد، قرار انسحابي لا زال واردا إلى حين لقائي مع محمد المديمي الأسبوع المقبل. تواجدي اليوم مع المناضلين والمناضلات ديال المركز الوطني لحقوق الإنسان وأسرة المديمي الإبن ديالها أيوب هو من أجل تنفيذ التزام أخلاقي قطعته على نفسي. شكرا لكم. نقطة أخرى أستاذ بغيت نسولكم فيها هو هاد الشكاية اللي تموضعها، يعني سمعنا أنها تجاوزت ما يتعلق بالسب والشتم أو الإهانة، يعني مسألة متعلقة بتهديدات، يعني واش هادشي كاين أو لا ما كاينش؟ صحيح هي كاين، هو شوف فيها واحد ثلاثة المستويات، كاين المستوى أولا ديال السب والقذف، كاين المستوى ديال التشهير، كاين المستوى ديال الإساءة لهيئة منظمة، كاين المستوى ديال التهديد أنه السيدة المشتكى بها تدعي أن لها إمكانية هائلة وأن لها يد طويلة وباستطاعتها تدخل تقريبا 32 مليون نسمة داهية للسجن. ما يمكنش حنا هاد الترهات نبقاو معاملين معها بهذا الشكل هذا. كاين حنا الحمد لله في دولة المؤسسات، في دولة الحق، في دولة القانون، عندنا قضاء مستقل، عندنا رئاسة نيابة عامة، عندنا ضابطة قضائية غتقوم بهذه المسائل هذه، ولذلك احنا كمواطنين وكرجال قانون تقدمنا بهذه الشكاية هذه في هذا الموضوع. السلام عليكم أولتي، أنا تهديد تعرضت لهم بزاف، وليت كنتعرض لجميع أنواع ديال السب والشتم، وليت كنتهدد اي وقت بغيت كنسمع على التهديد بانني غادي نمشي للحبس، بانني غادي يطرى ليا ولدي كيتحطوا لي التصاور ديالو، يعني هادشي فات الحدود ديالو، والدفاع ديالنا حتى هو بسبب هادشي اللي وقع ليه، يعني قرر باش ينسحب من هاد الملف هذا، وهضرت في هاد الشيء مع الاستاذ، ولكن انا حسب الاستاذ داكشي تعرض ليه، ونهار العيد هادشي هضر معايا محمد المديمي وشرحت له وعاودت له هادشي اللي واقع. من بعد منها عاود عيط ليا البارح الاربعاء وسولني، وطلب من واتصل بالاستاذ زهراش نهار العيد، واتصل به الاربعاء وطلب من الاستاذ زهراش خصصنا باش يدير معاه زياره، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى واه الزياره تكون فيها خير، وهاد المجيه ديالتنا لهنا عند الاستاذ زهراش لمدينه الريبات، جينا نقدموا بعض الشكايات بهاد الناس اللي فاتوا الحدود، يعني حنا هادشي صبرنا فيه حتى واحد الوقيته لقينا ما بقيش، يعني صافي ولا بهذا المفهوم هذا الناس هادو تفوتوا فاتوا الحدود على القياس، وبسبب الشكايات اللي كنا وضعنا من قبل جينا نعاودوا نشوفوا دوك الشكايات علاش كيجيو حتى لمراكش وكي
اش نقول لك بهذا المفهوم هذا كي 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 تتحفظوا تدوزوا الحفظ وصيفطوا لي انا من عند البوليس وكنمشي تندير لنا كيف دوك الشكايات كلها هما وكيتحفظوا لي درت انا بخصوص الشكايات اللي كيتحفظوا لولدي تا هو في السجن نفس المشكل الشكايات اللي كيدير محمد المديمي تا هما دائما تدوزوا الحفظ هذا هو السبب ديالنا الحضور. نقطه اخرى بغيت نسولك عليها هو الوضع الصحي ديال المديمي واش هو عنده درايه بما تتعرض له الوالده ديالو يعني الحرقه ديال السجن دابا الحرقه الثانيه ديال الام ديالو كتعرض واش هو على علم بهذا الشيء وشنو تقدري تقولي يعني من طبيعه الحال انا في الاول ما كنتش نوصل لهذا الشيء فاش ما كانش تهديدات وما كانش كان يهز السب وكان الشتم ولكن الوقت فاش ولينا كنتعرضوا للتهديدات وتيتحطوا التصاور ديالو الاخ ديالو في المواقع راه المواقع شاهدين على رؤوسهم وهاد السيداني كتهدني انا في اي وقت بالحبس وكتهدني ما عرفتش على شنو السبب يعني كلشي هادشي لحقنا عليه ولا ما كنتش بغيت نلحقو ولكن اضطريت نلحقو كلشي اولدي. شكرا للقناة ديالكم على المواكبة ديالها لهذه الدورة اللي كاينة عندنا اليوم كمركز وطني لحقوق الإنسان هنا بمدينة الرباط. اليوم حنا كنتواجدوا أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان هنا بمدينة الرباط لأن جينا ورفقة الأستاذ المحامي ديالنا سي زهراش باش وضعنا واحد الملتمس ديال العفو هنا المركز الوطني لحقوق الإنسان باش يرفعوا السدة العالية بالله وذلك من أجل المناضل الحقوقي اللي تعرفوا الجميع ألا هو الأخ محمد المديمي.